الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. امرأة تقول: إن أولادي إذا صلوا الفجر مع الجماعة وأتوا إلى المنزل أطلب منهم أن يقضوا سنة الفجر، هل يجوز ذلك؟ الحمد لله. الجواب: هذا من باب الأمر بالمعروف، وقد قال: ومن باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب التربية الشرعية الدينية، وهذا أمر مطلوب، كما قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ولأنك أمهم ولا تريدين لهم إلا كمال الخير والرفعة في الدنيا والآخرة، ولكن أنبهك على أمر، وهو أنه لا يجوز لنا كمكلفين أن نلزم الناس بما لم يلزمهم الله عز وجل به، فلا يجوز لك أن تلزميهم إلزاما من فوت واجبا، أو أن تعاقبيهم على تفويتهم لهذه السنة، لأن المتقرر عند العلماء أن السنة يثاب فاعلها امتثالا ولا يستحق العقاب تاركها. فأنت ترغبينهم في ركعتي الفجر، وتذكرين لهم الأدلة الواردة في فضلها، وتقولين لهم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي صحيح الإمام مسلم عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. فهذا من باب التعاون على الخير، فتأمرينهم بالرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة من باب الترغيب ويعني والتأديب فقط على المحافظة على هذه السنة. ولكن لو لم يصلوها فلا حق لك أن تغضبي، ولا حق لك أن تعاقبيهم أو تضربيهم، لأنها سنة لم يلزمهم ربهم بها، وربهم أبصر بهم وأعلم بمصالحهم، ولم يكلفهم بوجوبها. فإذا أمرك لهم يكون في دائرة الترغيب وذكر الأدلة وفضيلة هذه السنة فقط، والله أعلم.